السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. اطلع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر على الأضرار الناجمة عن الحريق الذي التهم مساكن النازحين في مخيم عطاء والمبني من الغش وسعف النخيل في قرية اليابلي شرق مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة. وخلال الزيارة أوضح المحافظ أن هذه المساكن لم تعد مقبولة بسبب المواد المبنية منها والتي تسمح بحوادث الحرائق أو بحدوث الحريق فيها، مؤكداً أنه لن يسمح بعد الآن ببناء مساكن من الغش وسعف النخيل. وشدد المحافظ على بناء وحدات سكنية بديلة من المساكن القابلة لاشتعال الحرائق. ومن جانبه أشار مدير الوحدة التنفيذية بالخوخة تامر عبد الجبار، أشار إلى أن الحريق تضرر على أثره 7 أسر نازحة، ولا تزال لجنة الحصر مستمرة لتقييم الأضرار الناجمة داخل المخيم. وأشار إلى أن النيران التهمت كافة المحتويات من مواد غذائية وإيوائية، موضحا أن المخيم تسكن فيه نحو 85 أسرة ممن أجبرتهم ميليشيا الحوثي على النزوح القسري وترك منازلهم بالقوة. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة ماربل وسلطان بن علي العرادة، افتتح نائب وزير التربية والتعليم علي العباب ومعه وكيل المحافظة عبدالله الباكري افتتح معرض مأرب الثاني للكتاب تحت عنوان مأرب تتكلم، تخريدا لفقيد الوطن الأديب والشاعر الكبير دكتور عبد العزيز المقالح. ويحتوي المعرض على 35 عنوانا. المزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد سالم الجداسي. مثل معرض مأرب الثاني للكتاب، حدثا ثقافيا وتنويريا، ويقدم رسالة جلية واضحة للداخل والخارج إن مأرب موطن السبعيين، مدينة التاريخ، حاضنة المقاومة، وأيقونة الجمهورية. نحن اليوم كما قال أديب اليمن المقالح، مأرب اليوم تتكلم لتثبت أنها مدينة العلم، مدينة النهضة، مدينة ضد الجهل والتمرد والفساد. ها هو اليوم يجتمع فيها مكاتب العالم لتضع منشوراتها بكل أريحية، بكل اتجاهاتها للقراء ليستفيدوا منها وينهلوا منها. نحن اليوم نبني العلم من مأرب التي حرمت 30 عام، فمأرب تكلمت بعد 30 عام من الصمت لتقول للعالم هنا مدينة العلم، هنا مدينة الثورة، هنا مدينة الحفاظ على الجمهورية وعلى الثوابت الوطنية، بينما الآخر يتجه إلى هدم كل هذه الثوابت التي بنيت من عام 62 إلى اليوم. فهنيئا لمأرب هذه المكانة العالية التي تبنتها في هذا الوقت العصيب. هنيئا لأبناء مأرب، هنيئا للجمهورية، هنيئا للوطن بهذه المنجزات الكبيرة. أشكر القائمين، هيئة الكتاب برئيسها دكتور يحيى الثلايا، مدير عام المكتب الأستاذ ناصر الشريف. أكرر شكري للواء سلطان العرادة الذي يبذل جهود كبيرة في نشر الثقافة والعلم في الجمهورية. بتوجيهات ورعاية كريمة من الأخ المناضل سلطان بن علي العرادة نائب رئيس المجلس القيادي الرئاسي محافظ محافظة مأرب، تم اليوم تدشين المعرض الثاني للكتاب محافظة مأرب. هذه التظاهرة الثقافية الحضارية التي تدل على أن التاريخ يعيد نفسه. مأرب هي مهد الثقافة، مهد الحضارة، التاريخ مأرب يتكلم كما تفضل. وهنا وبهذه المناسبة ندعو شبابنا وأبناءنا وطلابنا والمهتمين بشؤون العلم والمعرفة إلى أن يقتنوا من هذا الكنز الثمين، هذه الكتب الثقافية لتنوير أفكارهم ومتابعتهم للإصدارات الحديثة. الحمد لله هناك لدينا العديد من دور النشر والمكتبات العامة. هذا المعرض ينطلق تحت شعار مأرب يتكلم، تكريما وتخليدا لشاعر اليمن واديبها الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح. ستشارك في هذا المعرض العديد من دور النشر والمكتبات المختلفه، منها مكتبات دور نشر جديده من مصر، من السعوديه. سيكون لدينا جناح للكتاب الالكتروني. هناك العديد من الجهات التي شاركت في المعرض وستكون حاضره معنا خلال ايام المعرض العشره. نتوقع لهذا المعرض إقبالا كبيرا كما كان الإقبال كبير في المعرض السابق. معرض الكتاب يزيل غبار الجهل ويدحض خرافة الفكر المتطرف للميليشيات الحوثية الإرهابية.
وهذه الفعالية الثقافية أكبر فعالية في محافظة مأرب. الأمن يقوم بالإعدادات من قبل 10 أيام، واليوم الافتتاحية العظيمة، ونلاحظ توافد الأخوة الزائرين والتزامهم بالجانب النظام والأمن ومظاهر اختفاء مظاهر السلاح وتعاونهم، ونتمنى أيضا من الاستمرار في هذا التعاون بالجانب الأمني، ونتمنى النجاح المعرض الذي سيكون نقلة نوعية في هذه المرحلة التي تتزامن مع الحرب والثقافة. شكرا لكم. معرض مأرب الثاني للكتاب هي رسالة للميليشيات الحوثية وكل من ناصرها وأيدها، أن المجتمع اليمني رافض هذه الفكرة الخبيثة السلالية، وما شاهدته من كتب متواجدة هنا أكثرها يدحض فكرة الحق الإلهي الحوثي وادعاءاتهم الزائفة والتي يريدوا أن يقنعوا بها أجيالنا وأطفال وأبناء اليمن في المدارس. لذلك مأرب اليوم تواجههم في هذه المعارض، وتواجههم في جميع المؤسسات التعليمية، كما تواجههم في الجبهات بالمدفعية وبالرشاشات، تواجههم بالأقلام والكتب في هذا المعرض. نحن اليوم في يوم الخميس في ثاني افتتاح لمعرض الكتاب في مأرب، ومأرب ليس غريبة عليه في مثل هذه الافتتاحيات أو مثل هذه الثقافات، فهو أصل العروبة وأصل الحضارة. ومعرض الكتاب مهم جدا في يمننا، لأنه يحث الشعب اليمني خاصة والطلاب عامة مثلا على تطوير من ذاتهم، على الاطلاع أكثر، وعلى مساعدتهم في بحوثهم وعلى ما يحتاجونه. ونشكر كل من ساهم في هذه الفعالية وهذا التدشين، والسلطة المحلية لها الشكر الكبير، ونشكر أيضا سلطاننا سلطان بن علي العرادة. وعلى هامش افتتاح المعرض أقيمت فعالية صباحية مصاحبة لمعرض الكتاب. المعرض الذي يقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، يحتوي على أكثر من 30,000 عنوان بمشاركة واسعة من دور النشر والمكتبات الثقافية المحلية والعربية. معرض مأرب الثاني للكتاب موسوعة كبيرة لخلاصة فكر الأدباء والمفكرين المبدعين، إنها تظاهرة ثقافية نوعية في مأرب الحضارة والتاريخ. عدل الفضائية محمد القداسي، مأرب. أقامت مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية بقاعة الجوهرة بمديرية المنصورة أقامت فعاليات تسليم المشاريع المدرة للدخل للأسر المعيلة للأيتام، والتي حضرها مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة بعدن نايف عسيري، ونفذتها المؤسسة واستهدفت فيها 50 أسرة. وخلال الفعالية نقل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صالح محمود تحيات وزير الشؤون الاجتماعية، شاكرا الجهود الإنسانية النبيلة التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لافتا أن الهدف الإنساني والغرض منه تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة، فيما أكد مستشار وزارة الإدارة المحلية رئيس لجنة الإغاثة جمال محفوظ بالفقيه، أكد أن هذا المشروع سيحقق نقلة نوعية للأسر المعيلة للأيتام والتي لا تمتلك فرصا للدخل، متمنيا من كافة الأسر الاستفادة من هذه المشاريع وتطويرها ليكونوا من رواد الأعمال الفاعلين في المجتمع. هذا وتخلل الفعالية عرضا لريبورتاج مصور لمرحلة التدريب وبناء القدرات لدى المستفيدين وعدد من الفقرات الغنائية. وفي الختام تم توزيع الشهادات التقديرية وحقائب العدة المهنية للأسر المستهدفة من المشروع. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري، ومعه وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المشاريع والتجهيزات المهندس سالم يعمر، افتتح مدرستي الغرف
أو الغرف وبن حام للبنين بمديرية تريم بعد إعادة ترميمها ضمن مشروع دعم التعليم في بلادنا، والذي ينفذه ائتلاف الخير بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتعرف الوكيل العامري ومرافقيه على شرح واف من مشرف المشروع محمد باهادي حول أعمال المشروع التي شملت إعادة تأهيل الصفوف الدراسية وملحقاتها وتزويد المدارس بالأدوات اللازمة لسير العملية التعليمية، بالإضافة إلى توزيع حقائب وزي مدرسي لأكثر من 1000 طالب بالمدرستين. وثمن وكيل المحافظة تدخلات الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كثير من المجالات ومنها المجال التعليمي، حاثا الجهات الداعمة والمنفذة على تكثيف نشاطها واستهداف أكبر عدد من المدارس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ترأس مدير عام مكتب الصحة والسكان بلاحق خالد جابر اجتماعا ضم مدراء مكاتب الصحة في المديريات ومشرفين التحصين، حيث شدد الدكتور خالد جابر في كلمته على ضرورة تحقيق وتنفيذ الأنشطة الإيصالية في حملات التحصين والأنشطة الأخرى في رعاية الطفل والتغذية والصحة الإنجابية. وأردف جابر في كلمته على تفعيل دور كل الإدارات ورفع نسبة التغطية لكل حملات التحصين والأنشطة الإيصالية في مختلف المستويات، مؤكدا العزم في تنفيذ خطة ومصفوفة متكاملة لتحسين الخدمات الصحية في مختلف القطاعات. بعدها ألقى مدير التحصين بلاحق عمر الجعدي كلمة أكد خلالها على ضرورة إنجاح الأنشطة الإيصالية في لاحق، وتعتبر محافظة لاحق من المحافظات التي حققت نتائج إيجابية في معظم الأنشطة وحملات التطعيم. هذا وسوف تنطلق جولة النشاط الإيصالي يوم الأحد القادم ولمدة 5 أيام في مديريات محافظة لاحق. اختتمت شعبة التأمين الطبي بالمنطقة العسكرية 7 حفل تخرج دفعة شهداء الشعبة الطبية من دورة الإسعافات الأولية والإخلاء الطبي الصحيح 180 جنديا من كافة الوحدات العسكرية في المنطقة العسكرية 7، وذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لاستشهاد رئيس شعبة التأمين الطبي الأسبق الشهيد العميد دكتور محمد علي الرشد مع كوكبة من أطباء الشعبة. وفي الفعالية التي حضرها رئيس اللجنة الطبية بوزارة الدفاع العميد دكتور عبد العليم حسان ومدير عام مكتب الصحة أحمد العبادي، أشار الجميع إلى أهمية تأهيل الكوادر الطبية لما له من انعكاس إيجابي على حياة الفرد في المعارك، كما شادوا بمناقب الشهيد ورفاقه ونضالهم الكبير في معركة استعادة الدولة. من جهته أيضا قال رئيس شعبة التأمين الطبي بالمنطقة العسكرية 7 العميد عبدو قائد الشعوري، قال إن هذه الدورات تأتي ضمن خطة الشعبة لتأهيل الكادر الطبي بالمنطقة، وذلك لتقديم الإسعافات وتقديم التطبيب المناسب وقدرة العاملين بالمجال الصحي في المعارك على كيفية التعامل مع الإصابات الحرجة والمتوسطة. نحن في هذه الاحتفالية الذي بسبب تخرج 3 دفعات في دورات الإسعافات الأولية من كافة أفراد وحدات المنطقة العسكرية 7، والذي كانت تحت عنوان الإسعاف الأولي والإخلاء الطبي الصحيح، الذي من خلاله يكون هناك تفعيل الجانب الطبي الميداني وزيادة معرفة ووعي الجندي المقاتل في الجبهات من أجل تقديم الإسعافات وصرف الدواء المناسب أثناء إصابات الأفراد في أثناء المعارك القتالية ضد ميليشيات الإنقلاب. فكانت تتضمن هذه الدورة أهم مبادئ الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الإصابات الحرجة والمتوسطة والبسيطة. في هذه المناسبة وهي الذكرى الأولى لاستشهاد رئيس الشعبة الطبية العميد دكتور محمد علي الرشد رحمة الله عليه وجميع الشهداء الذين سقطوا شهداء دفاعا عن الدين وعن الكرامة وعن الوطن، يعني اليوم نحتفي بالهامة الوطنية الشامخة الشجاعة البطلة، ما عرفناه إلا مقداما شجاعا دائما في الخطوط الأمامية وأثناء القتال يترك سماعته ويترك الجانب الطبي ويقف في الخندق الأمامي للدفاع عن هذا الوطن، وكم ضمد من جراح ولديه سعة صدر كبيرة في استيعاب الجرحى وتضميد جراحهم، فرحمة الله عليه. فقد قدم أبناءه الشهداء صقر محمد علي الرشد ورعد محمد علي الرشد رحمة الله عليهم أجمعين، وساروا كوكبة من الكادر الطبي في الشعبة الطبية بالمنطقة 7 وهم بجانبه،
ويعني سنسير على دربهم، ومهما قدمنا من شهداء فالشعبة الطبية دائما تقدم قادتها في الخطوط الأمامية، وهذا دأبهم وهذا شأنهم، ولن نكل ولن نمل حتى نستأصل الحوثيين الشيعة الدخلاء على هذا الوطن في معتقداته في أخلاقه في مبادئه، والنصر قادم بإذن الله تعالى. نظمت قيادة شرطة محافظة شبوة في عتق عرضا عسكريا وحفلا لتكريم الخريجين من الدفعة الأولى من أبناء المحافظة في كلية الشرطة بحضرموت، والبالغ عددهم 57 خريجا، وكذلك تكريما لوصول اللجنة العسكرية والأمنية العليا للمحافظة. وخلال الحفل هنأ رئيس اللجنة العسكرية والأمنية اللواء الدكتور ناصر عبد ربه الطاهري هنأ خريجي الدفعة الأولى من أبناء المحافظة في كلية الشرطة بحضرموت بمناسبة تخرجهم، منوها إلى جملة من المهام الأمنية المنتصبة أمامهم خلال المرحلة القادمة وضرورة العمل الجاد والمثابر للإطلاع والقيام بها بصورة المنشودة. وأكد اللواء الطاهري على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الوحدات والأجهزة والتشكيلات العسكرية المرابطة في المحافظة، وبما يمكنها من القيام بمهامها وواجباتها العسكرية والأمنية وعلى أكمل وجه، منوها أن اللجنة العسكرية والأمنية ستعمل خلال نزولها الميداني للمحافظة على تقييم أوضاع مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية المرابطة في المحافظة في كافة الجوانب، ووضع التصورات والمقترحات الكفيلة بتلبية متطلباتها العملية ومعالجة وتذليل المشاكل والمعوقات التي تواجهها والرفع بذلك للقيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسب بشأنها. عقد مدير عام مديرية لودر ناصر عوض موسى لقاء موسعا مع صحفي وإعلامي المديرية، وناقش معهم بحضور عدد من مدراء إدارات المكاتب التنفيذية، ناقش ضرورة التكاتف والعمل المشترك لنقل هموم المجتمع واحتياجات المديرية بمصداقية ومهنية باعتبار الإعلام ركيزة هامة لأمن المجتمعات وتنميتها. التفاصيل الأوفى في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل ردفان عمر. أهمية تضافر الجهود وتكاتفها بين السلطة المحلية وصحفي وإعلامي مديرية لودر كانت عنوان أساس اللقاء الموسع الذي عقده مدير عام المديرية الأستاذ ناصر عوض موسى مع صحفي وإعلامي المديرية، وضم عدد من مدراء إدارات المكاتب التنفيذية كما وكرس اللقاء لمناقشة عدد من القضايا التي تهم المديرية ودور الأعلام فيها كسلطة رابعة ينبغي أن تحترم وتمارس بمهنية ومصداقية وضمير. اليوم الحضور كان فعال وكان نقاش مستفيض، وسنكون بإذن الله قريبا عن بعض، وقلنا يكتبوا ما شاءوا في سبيل إيصال هموم ومشاكل هذه المنطقة إلى كل الجهات المختصة أو إلى المنظمات الداعمة. كل مديريتنا مترامية الأطراف وأكبر مديرية على مستوى محافظة تربيان توجد لدينا معاناة كبيرة جدا، وهي معاناة النازحين والذي نشعر أنها محافظة بكاملها بيضاء ومكيرات أتوا إلينا، ونفتقر إلى أبسط المقومات والتي لم نوفي بتسليمهم هذه المواد الغذاء أو الأيوائية. مدير مكتب الإعلام بالمديرية جهاد حفيظ أثنى على عقد هذا اللقاء الذي وضع الصحفيين والإعلاميين أمام عدد من المعوقات المعيقة لنشاط السلطة المحلية، باعتبار الإعلام ركيزة أساسية يجب أن يقوم بدوره البناء كما ينبغي والوقوف إلى جانب السلطة المحلية وخدمة المجتمع. اليوم عقد اجتماع الإعلاميين مع السلطة المحلية وبدعوة من المدير العام الأستاذ ناصر عوض موسى، وهو يتطرق حول آلية العمل المكتب الإعلام والسبل الكفيلة بجمع الإعلاميين والتواصل معهم وإطلاعهم على كثير من القضايا التي تهم المديرية لودر. رئيس فريق إشراقة أمل الصحفي فهد البرشا تحدث عن دور الأمن واستقرار المديرية، كما جدد دعوته إلى مساعدة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة وفتح مركزهم الذي سيخفف عنهم الكثير متى عاد إليهم. هذا اليوم اللقاء التشاوري الذي دعت له السلطة المحلية في مديرية لودر مع الإعلاميين والمكاتب التنفيذية في المديرية، وكان هدف هذا اللقاء هو شرح بعض المعوقات والعراقيل التي تواجه السلطة المحلية في مديرية لودر، كذلك خلق نوع من التوائم والتآلف فيما بين مكتب
السلطة المحلية في المديرية والإعلاميين. شهد اللقاء مناقشات مستفيضة وخرج بجملة من التوصيات البناءة التي تعزز دور الرسالة الإعلامية في المديرية وما ينبغي العمل والقيام به للوقوف أمام كل التحديات التي تواجه المديرية وتعيق تنميتها. لقناة عدن الفضائية رضفان عمر، محافظة أبين. دشنت منظمة هيومان أب الأسترالية في محافظتي مأرب وتعز مشروع حملة الشتاء الذي يستهدف النازحين في مخيمات النزوح بالمحافظتين، حيث احتوى المشروع على 1000 سلة غذائية و1000 بطانية في مرحلة الأولى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رفيق السامعي. دشنت منظمة هيومان أب الأسترالية اليوم في محافظة مأرب مشروع حملة الشتاء الذي يستهدف النازحين في مخيمات النزوح بالمحافظتين من خلال السلال الغذائية والحقائب الشتوية التي توزع لهم من قبل المنظمة وتقيهم من صقيع البرد وسد احتياجاتهم اليومية. باسم السلطة المحلية نشكر منظمة هيومان أب والشعب الأسترالي جميعا على ما يقدمه للشعب اليمني من معونات إغاثية متمثلة في السلات الغذائية 1000 سلة غذائية و1000 بطانية و1000 جاكت للنازحين في محافظة مأرب وتعز، فنتقدم لهم بالشكر الجزيل على ما يبذله للشعب اليمني، وبارك الله فيهم وفي جهودهم جميعا. وأكد مدير المشروع الأستاذ عبد العزيز الحسيني أن مشروع حملة الشتاء الذي استهدف مخيمات النزوح في محافظتي مأرب وتعز يتكون من 1000 سلة غذائية ومثلها بطانيات، بالإضافة إلى 1000 جاكيت وزعت على النازحين في مخيمات النزوح. في هذا اليوم نقوم بتدشين مشروع حملة الشتاء المقدمة من هيومان أبل بأستراليا، والتي تتكون من 1000 سلة غذائية و1000 بطانية و1000 جاكيت. كل الشكر للإخوة في هيومان أبل والداعمين وفاعلي الخير والشعب الأسترالي بشكل عام، جزاهم الله خير وكتب الله أجرهم وخلف عليهم بخير. المستفيدين من مشروع حملة الشتاء في مخيمات النزوح عبروا عن سعادتهم وشكرهم لمنظمة هيومان أبل الأسترالية على هذه اللفتة الإنسانية وتقديمها للمساعدات الإنسانية للنازحين في محافظتي مأرب وتعز. نشكر منظمة هيومان أبل الأسترالية على ما قدمته من مساعدات غذائية للنازحين في محافظة مأرب الذين يعانون أشد العناء، وقد جاءت هذه السلة في وقتها والناس في أشد الحاجة، خصوصا مع ارتفاع الأسعار وانهيار العملة المحلية، فهذا الأمر الذي أدى إلى احتياج كبير للناس، وهذه المنظمة سدت بعض الاحتياج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. نشكر منظمة هيومان أبل أستراليا على دعمها بالنازحين بملابس الشتوية والبطانيات، ونطلب منهم المزيد لدعم النازحين المتضررين من الحرب، ونشكر كل من ساهم لدعم النازحين ويشوفوا معاناتهم في الخيام في البرد هذا الشديد، ينظرون بعين الرحمة إليهم والمزيد من دعمهم. مشروع حملة الشتاء الذي تنفذه منظمة هيومان أبل الأسترالية للنازحين ولفتتها الإنسانية تؤكد من خلاله إدارة المنظمة أن الحملة مستمرة في عطائها الخير والإنساني وتلبية احتياجات النازحين في مخيمات النزوح بمحافظتي مأرب وتعز، والعمل على تخفيف معاناتهم الإنسانية. لقناة عدن الفضائية رفيق السامعي، مأرب. انتهت نشرتنا من الأخبار المحلية مشاهدينا الكرام، قدمناها لكم من شاشة قناة عدن الفضائية. نلتقي نحن وإياكم في نشرة قادمة. إلى اللقاء.